وإذا قرأ الإنسان ما كتبه السابقون، وإذا تعلم الإنسان، لو كان الإنسان يتعلم كل يوم ويقرأ كل يوم في كتب السلف، يقول مساكين هؤلاء الذين انخدعوا بي وقالوا والله إن فلانا ما شاء الله عنده علم وعنده حفظ وعنده إلمام وعنده إدراك، سيقول في نفسي والله إنهم لمساكين انخدعوا بي لا يعرفون قدري. وإذا كان كذلك فيجب عليه لما يوصف بالأوصاف العظام يقول على رسلك، لا تهلكني، لا تقطع رقبتي ولا تقطع عنقي. وكما قلت، من قرأ كلام السابقين من طلاب العلم أو أي عالم في هذا الزمن سيعد نفسه من أجهل الجاهلين. فما ظنكم بمن يقرأ، والله مثلا بمن يقرأ له صفحة ولا صفحتين ولا ثلاث صفحات. ولذلك ذكر ابن عبد البر رحمه الله عن السلف أن الواحد منهم يأتي ليسأل فيقول اذهب إلى فلان، اذهب إلى فلان، فتذهب إلى عدد كبير من هؤلاء وإذا بها تعود إلى الآخر يقول اسأل فلان، اسأل فلانا. من كان في عافية فهو في عافية، لكن ابتلي وأنا لا يكتم العلم. من سئل عن علم كما قال صلى الله عليه وسلم، من سئل عن علم فكتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار. ولذلك السلف كما قال ابن عبد البر رحمه الله قالوا، وقال غيره أيضا، قالوا لا أدري فيما يجهلون، وقالوا ندري فيما يعلمون. ابن عبد البر ذكر أن ابن عباس رضي الله عنهما كان في مجلس وأتاه سائل ليسأله، فقال ابن عباس لهذا الرجل اذهب إلى ذاك، وأشار إلى أبي هريرة فذهب إليه، فقال ابن عباس يا أبا هريرة لقد أتتك معضلة. والواحد الآن يقول يا أخي لماذا لم أسأل، أو يغضب إذا لم يسأل أو سئل غيره. احمد ربك، أنت في عافية، أنت في عافية.